طبعا بمناسبة مستوى الكلام عالي. الحلو اللي انت بتقوله ده، فين مهاجم الاهلي الجديد؟ بص، هو الاهلي شغال على فكره المهاجم، ما طبعا بيشتغل، بس فين بقى؟ وكان اتطرح مثلا، عشان الجمهور بدأ يقلق، خد بالك، لا لا يقول لك هو هيحصل هو زي يناير. انا قلت لك صفقه سوزان كان الاسبوع اللي فات اتعمل عليها هولد، ما قلتلكش ان هي فشلت. فشلت، وقلت ان اتعمل عليها هولد، ولحد دلوقتي اللاعب بيحاول، اتعلقت يعني بالظبط اتعلقت. اللاعب بيحاول يقنع المدرب، ومسؤول النادي كمان بيحاول يقنع المدرب ان اللاعب حسب ما عرفت هيبقى فري في اخر السنه. فطب بدل ما يمشي فري ممكن اي نادي ياخده او الاهلي يتعاقد معاه في اخر السنه، طب ما احنا نستفيد منه ماليا. النقطه الثانيه، الاهلي اتعرض عليه اكتر من سي في جديد، وراجل يمكن مارسيل كولر منه مثلا لعيب برازيلي بيلعب في الدوري الاوروجواي، وفي لعيب افريقي بيلعب في اوروبا، في لعيب بيلعب في الدوري المغربي، اكتر من لعيب كان اتعرض الراجل ركز عليهم او اتكلم عليهم ان هم واحد فيهم ممكن يجي. بس كل ده لسه يعني بيتاخد فيه خطوات بناء على اللي هيتم في صفقه سوزا، اللي الراجل شايفه من اللعيبه اللي هتنفذ له الفكر بتاعه. لو ما تمتش هيبتدوا او دخلوا وابتدوا اوريدي بيتفاوضوا مع اللعيبه دي، عشان لو الموضوع خلاص بقى اتقفل نهائيا يجيبوا اي حد من اللعيبه دي، خاصه ان مارسيل كولر برضو ابدا اعجابه بيهم يعني. عظيم جدا.